لا إله إلا الله شلوا كل شيء، لا إله إلا الله نهبوا كل شيء، لا إله إلا الله ما عد بقوا لنا شيء، لا إله إلا الله أهم شيء سيدنا وطز في كل شيء. السلام عليكم. اهلا اهلا، حي الله جل العزيز، حي الله جل العزيز، حياك الله. كيف احوالكم؟ حياك حياك. داخلين كيف انت؟ والله بخير. كيف الله يحفظك ويبارك فيك، كيف صحتك؟ نحمد الله ونشكره. والله لك شوق خاص. انت عارف احنا في الجبهات. ايوه وعن بسرقين المجالس حقنا والجلس. احنا من الجبهات ندافع عن هذا الوطن. ندافع عن هذا الوطن وعن تراب هذا الوطن. والله لا نموت كلنا في سبيل الله وفي سبيل الوطن. سيبك من الخبر هذا. على فكرة كنت أكلمك في موضوع مهم. تفضل. أنا جيت مخصص عن البشير الذي تنتظره طول عمرك. افرح ابتهج. الله يبشرك بالخير. بأي افرح افرح، ايش تتوقع أجمل خبر ستسمعه في حياتك؟ والله مش متعود منك على أخبار حالي، لكن إن شاء الله من أسارير وجهك إن في خبر طيب. الحمد لله. ابشر. ما هو؟ ابنك أسامة. ماله؟ استشهد. الله اكبر الله اكبر. اخرج ارمي اخرج ارمي اثنين قرون. اخرج اخرج ارمي. ابنك استشهد اسامه. ما هو قال لك استشهد اسامه في البيت؟ ما عليك انت مجنون. لا مش في البيت والله انه استشهد. كيف مش في البيت؟ كان امس في البيت. امس ايوه، بين ليله وضحاها يغير الله ما بقوم حتى معاها. انا متاكد استشهد الجثه اذا في البيت. والله انا عاد انا تاخرت صح فعلا. الو السلام عليكم. ما جاء رما؟ اين قلتها؟ والله انا تاخرت. ولدي الوحيد حرام عليك. حرام عليك. وهذا السبب ان الله اصطفاه اصطفاه من بين الناس لانه الوحيد. ما في معي احد غيره. حرام عليك. معك بنات قلت؟ ولدي الوحيد سندي. وهذا السبب ان الله اصطفاه. قلت لك هذا شوف هذا. اصطفاه الله من بني هاشم. ما حد ما وقع فيني شيء وانا في وهو اصطفاه الله. اصطفاه من؟ الحين صار جبهه ومن قال له من الله. من امره؟ لا استاذن مني ولا حاجه. يصلي قال يشتي يشتي يعني يشتي قال يدافع عن هذا الوطن. محمد الله ان ولدك دافع عن هذا الوطن. شوف هذا، شوف هذا المؤمن اللي جنبك هذا. اقسم بالله يمكن 50 معركه ولا قد مات ولا حتى تصوب. ماتوا جنبه يمكن 400 او 500 واحد. يا بكر هذا اسامه يوم ما خرجنا وقت ما ولد وانت جنبي تربى امامك. هي ولدك كنت تقول هذا مثل ولدي ذا عند ودي الى الجبهه تذبحه حرام عليكم. يا اخي ما ذبحناش، هو اتصل لي وقال ايش جاي هذا صدق. عمره 13 سنه عاد وجاهل مش حق جهاد وحرب. عمره 13 كلهم ذي في الجبهه اكثرهم من 12 من 10 مش هو ولدك الوحيد. كلهم من 9 سنين من 10 من 13 12. الله اول تحمد الله وتخر. السيد قال نسلم عليك شخصيا. حرام عليكم، دمرتوا اطفالنا، دمرتوا بلدنا. المهم كلهم ماتوا بسببكم. الله يعظم لك الاجر. قضاء وقدر. ما مش تكلمك عليها. الله الوكيل. الله يحفظك. وصيه الشهيد اداها لك. موجوده. ثلاثة اندومي. اوه. 2 كيلو طماط. الثانية. ثانية ايوه الثانية. 4,200,000 دولار. هذا. هذا الورد حقه يقول يا استاذ. أنا مش مصدق مش مستوعب إن أسامة مات. خليك من الموت قد مات كمال ورث هو الوحيد هو. أيوه وإيش؟ كم معك بنات؟
ما دخل موضوع هو اللي مات مش انا اللي مت. اربع بنات وهو مع الثلاثه قال لي انا اذا مت هو يورثني. هو مات وكيف يورث من؟ ما هو الوصيه يقول انا اسامه علي العجوري اوصي تركتي كلها وثروتي وورثي كله لانصار الله الممثله في ابو غماج يستلمها هو شخصيا. كيف يورثني وانا عايش على قيد الحياه؟ هذا اقرا تعرف انت تعرف والله ما هو خط اسامه هذا خطو احسن خطو احسن من كذا. هذا قبل ما تقطع يدها اليمنى قطعت كم قطعت يدها؟ قطعت بالسيف قصتي بالقذيفه. حسبي الله. وكتب بالشوك باليسار كتب الوصيه وقدو بينازع قال اعطوني ورقه اعطوني ورقه فاعطيناه ورقه فكتب الوصيه. والله ما راحت. اصبر يا اخي اصبر اكلمك لانه يقول لك فيه عن ابي هيلاء بن هيشاء من لم يوصي وصيه ثري فهو في النار. ويقول سيدي حسين وصيه الشهيد كيوم ولدته امه. انا اللي سكتنا لكم احنا. ها؟ غلط مننا احنا. شلونكم تقتلوا اولادنا واحد بعد واحد واحنا ساكتين؟ انا عن اذنكم خمس دقائق بس. هنا هنا داري 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 جلس جلس. تدخل تجيب الالي تقتلنا. تصفيقه تصفيقه يا احوال. صفقنا وبعد ما تقتلنا وعيالك ومرتك وبناتك ايش؟ ابكي وادعي علي لك. يا رب. يا رب انتقم من هؤلاء. يا الله انتقم مني دعوة مؤمن. يا رب دعوة مؤمن. اللهم عنها الله يلعنك انت وسيدك. ترى النساء يا اخي خرجت نفسكم خرجوا. الورد خرجوا يا اخي ما بيش ورد. كلمة احنا انت تروح تكبر واحنا بنحصي الورث حقك ونقسمه وعلى سبب انت لا تعب. والله ما تاخذ ورث. والله ما تشم ريال. لو متنا ومن قتل دون مالي فهو شهيد. نبزه كله يعني. قتلتوا اولاد وعادكم تشتوا زرطنا. يا اخي اخرجوا خرجت نفسكم يا اخي. دمرتوا البلد يا اخي. تسب السيد. سيد الله يلعنك انت والسيد حقك. ويلعنكم وقت ما دخلتوا عندنا اخرج خرجت نفسك. ايش عادك مراعي؟ هذا بيسب السيد. قتل ابوه. قتل ابوه. قتل ابوه والله جاء والله صحيح. الموت اشرف. ولا حياة الذل هذه. وينك؟ الطلعات اطر اجي لا 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 ها اي بلاك احلال الطلعات لا تقادش عليه طيب لا تقادش عليه طيب ضحى قادي علي انا اقتلني انا اقتل خان لا 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 مش انت يا سيدي اقتلني انا لا او الورث من بتحاكي سيدي قتلت سيدي سيدي يا اخي والله ما قتلت ولد اللعن والله ما قتلت ولد اللعن نتكلم اليوم عن سنأتي اليوم في هذا الشهر رمضان ونحن نصوم ندبا. نحن نعلم أن أجر الصوم عند الله أجرا عظيما، فهذا الصوم الندبة عندما ندبة أي ندبة، فما يأتي البعض يقول ما هو الندبة؟ إذا أنت صائم قائم وجاء شخص إليك وقال افطر وقال الله سبحانه وتعالى أنك تصوم والرسول قال صوم، فمن ستصدق؟ ستصدق؟ لا غلط، يجب عليك أن تفطر هكذا، لأن هذا مؤمن. المؤمن إذا قال لك أفطر أفطر، لك أجر الصوم 10 مرات وأجر إذا صمت فهو مرة واحدة. فإذا قالت لك زوجتك خذ هذا الشاي وافطر فافطر حتى لو كان قبل المغرب بدقيقة. أنت إذا صمت اليوم أنت صايم، زوجتك قالت تفضل وأكل ما أكلت، لك ثواب صوم يوم واحد. ولكن إذا أجبت دعوة زوجتك أو ابنك
وأكلت الله يعطيك ثواب صيام 10 أيام. إذا أي مؤمن يأتي إليك يطلب منك فالمؤمن لا ترفض له طلبا، هكذا يقول الرسول ويقول الله. معنا اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، من أين المتصل؟ أنا أتصل لك من البيت. من البيت، يا سلام، أهلا بأهل البيت. يا سيدي أنا ما أقدر أصوم. أدخل في الموضوع، أدخل في الموضوع. أيوة ما أقدر أصوم، يعني أنا أصوم لا ظهر وبعدين أحس بجوع وأتغدى. يا سلام، ما أقدر. هذا ما هو الحكم؟ هذا يسمى صوم التتابع. التثابر. نعم. هذا صوم يعني التتابع يسمى، ولكن ادخل في الموضوع. ايوه هذا هو الموضوع، يعني انه انا اصوم ما اقدر اصوم. ها، يعني انت لا تستطيع ان تصوم؟ لا استطيع ان اصوم، فما هو الواجب وما هو الحل؟ الحل هو الحكم. الحل والحكم انت في عداد الموتى اذا استمريت بالصوم. أما إذا استمريت بالصوم يسمى هذا صوم التتابع، أي إذا صمت الآن وأحسست بالفطر آكل ثم أصوم، بعد الأكل أنوي الصيام إلى أن أجوع فأفطر، وهكذا ويسمى هذا صوم. يعني لا أصوم. لا صوم ولا تصوم، فما هو؟ نعم، أنا أبين لكم طريقة يمكن إنسان أنه يتخلص من هالمشكلة، مشكلة الصوم في رمضان، عفوا مشكلة الصوم في الحر، ولا يقع في الحرام. نعم اكو حلول، من الحلول السفر، انسان يسافر. انا اسافر في رمضان حتى لا اصوم. الان هذه الاسئلة تأتينا، انا اخاف ان يأتي احدهم ويسألنا سؤالا عن، يعني يا سيدي افطر. قفلنا الموضوع. ايوة افطر خلاص، ايش عن اجلس هذا، قفل يا كنترول. يا سيدي يلا تمام خلاص. هنا نتكلم. خلاص يا أخي. ومعنا اتصال من طفل أو ما أدري يقولها. ألو، ما أتى الطفل. ألو يا مخرج. الطفل يقول ما هي أركان الإسلام. أنا لا أسمع صوته. ألو، الطفل يقول ماذا يقول يا مخرج، ما هي أركان الإسلام؟ هل أستطيع أن أسمع الطفل؟ ما لا أصدق. على العموم أيها الطفل التقي النقي، أركان الإسلام 5: الصوم، الصلاة، الصوم، الصلاة، العبادة، الصوم، الصلاة، الصوم، الصلاة، اللهم. هذا سؤال معجز شوي. الولاية، احفظ الولاية. وحاجة ثانية لا تتكلم فيها، وهي أما بالنسبة الإسلام، أركان الإسلام 5 ومن أصول الدين 5، الركن 5 في الإسلام بعد التوحيد والعدل والنبوة والإمامة هو أصل المعاد. أيوة، عايزين نطمن بقى الشغل عامل إيه، الحشيش تمام؟ الإسلام له أركان وهي الولاية، هي الركن المروكن، وهو الولاية 5 أركان، ولكنهم يأتوا لنا بهذه الأسئلة. ونصل إلى ختام هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله. يا أهل الفتن والإنكار.
القلا لن تفلتوا من دون عقا والله ما راحت لكم يمينكم شمالكم الما اتجهتوا بعدكم شرد عاد عاد والله ما راحت لكم الحوثي وتب ومن إليه قد انتسب ومن زارع له أو صارب والله ما راحت له صنع على عدن وخدمت وعد الوطن والله ما راحت لكم لا حلو نقود هلا بالله هاي غاغة والله انها غاغة غاغة ومفراغة والله انها غاغة غاغة ومفراغة نظام يمشي ولا قانون العدل ضايع والقضاء معجون لا عد نظام يمشي ولا قانون هيوة هيوة والعدل ضايع والقضاء معجون هيوة والأمن ما بش كل شي من دون كله بفضل الحوثي المجنون مبنى بلا طلاب بدون حارس لا علم لا تعليم قد المدارس مبنى بلا طلاب بدون حارس والطفل ذي عارس
فراغه غاغه والقتل عادي من قتل يقتل عادي والباب مفتوح من دخل يدخل يدخل وابو من شل قالوا شل وابو من شل قالوا شل والشعب جاوع مالقي يقول غاغه 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 غاغه